غالي أطفال، في حصتكم المفضلة عمو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. يوم 14 نوفمبر يوافق اليوم العالمي لداء السكري لو ديابيت، وكذلك كاين يوم عالمي مهم في هذه الفترة هذه هو يوم 16 نوفمبر، هو اليوم العالمي للتسامح. C'est la journée internationale de la tolérance. اليوم راح نعرف لكم شخصية عالمية في هذا العالم، نيلسون مانديلا، سياسي مناهض لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا وثوري. إذا عمو يزيد دلكم أغنية خاصة بإلقاء السلام. السلام عليكم بتحيات الإسلام، فحيوا بربكم وعليكم السلام. وانتم يا أحبائي إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم معكم إلى ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حلي برامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدول، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء في الأوقات التالية. كونوا في الموعد.